بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هسه راح نبلش شرح شابتر 5. شابتر 5 هو اول شابتر في ماده الفاينل. ان شاء الله هسه الماده يعني كلها على بعضها سهله جدا وما فيها افكار. يعني فعليا اللي خلص من ماده المد يعني خلص هو انجز كثير من الماده، والباقي الاشياء اللي ظلت علينا هي اشياء سهله، يعني ما راح تاخذ منا اي وقت يعني مثلا او اي جهد انه نفهمكم موضوع جديد او الى اخره. خلينا نبلش نحكي عن شابتر 5 اللي هو البريزنت وورث اناليسيس. هسه مثل ما حكينا في شابتر 1 اول موضوع بالماده انه احنا الاقتصاد الهندسي من اهميتها هي اختيار البدائل. لو انا عندي مشروع في اني مثلا اعمله على اقساط او ادفعه مره واحده او انه مين الاحسن الي اني اعمله اقساط او اعمله دفعات متزايده او الى اخره. فهذا الاشي بنقدر نحسبه من 3 شغلات. الشغله الاولى البريزنت وورث اناليسيس، الشغلة الثانية future worth analysis، والشغلة الثالثة annual worth analysis. فإحنا عندنا إيش؟ 3 طرق عشان أقدر أحسب أو أعرف مين أحسن بديل عندي. هسا الـ future والـ present فهم في chapter 5 والـ annual في chapter 6، ولكن أنا راح أحل على أساس إيش؟ على أساس إنهم كلهم نفس الشيء، ما راح يفرق معي. طيب أول شغلة بدك تعرفها عن أنواع المشاريع. أول شيء الـ mutual exclusive اللي هي الـ MA. هسه هاي لازم تعرف انه انت ما بتختار غير مشروع واحد، حتى لو كان عندي مليار واحد لازم استعمل واحد منهم فقط. تمام. في شيء ثاني اندبندنت بروجكت، في عندي مشاريع ما لهاش دخل ببعضها، مشاريع ما لها دخل ببعضها، شو بعمل؟ بقدر استعمل اكثر من مشروع. تمام. في عندي الدو ناثينج اللي هو الدي ام، هو مشروع بفترضه تكون قيمه البريزنت وورث له صفر، بقارنه مع المشاريع وبشوف مين افضل. تمام، يعني وكأنه هو صفر، يعني كأنه مش موجود، وبقارن المشاريع هل هو أحسن هو أسوأ إلى آخره. هسه types of cash flow estimates، مثل ما حكينا في chapter 1 إنه الكاش فلو عندنا في عائدات وفي تكاليف، والعائدات مثل إشي تربحه profit، أما الكوست بيكون إيش؟ هم تكاليف زي الصيانة وإلى آخره. طيب هسه بدنا نحكي عن the present worth analysis للالترناتيف. هذا بحكي لي كيف انا ممكن اقيم البدائل واعرف مين الافضل، بناء على مين؟ بناء على قيمه the present worth بس. يعني انا بدي احسب the present worth المشروع الاول، يعني زي بدي احسب بيه عند الصفر، هيك معناها للمشروع الاول، واحسب بيه عند الصفر للمشروع الثاني، وبنقيم بناء على النوت التالي. اذا كان عندي مشروع واحد بختار المشروع اللي له اكبر من the present worth، اللي لهم بريزنت وورث اكثر من صفر، يعني ايش؟ اندبندنت بروجكت هم اكثر من مشروع، صح؟ فمستقلين عن بعض. شو بعمل؟ بختار كل مشاريع اللي لها اكثر من بريزنت وورث. هسه البدائل بتكون ماتشول اكسكلوسيف، احنا قلنا بنختار ماتشول اكسكلوسيف ناخذ واحد. مين الواحد بنختاره؟ اللي له اعلى بريزنت وورث. ركز على بريزنت وورث كرقم وليس كمطلق، يعني سالب 5000 هي اكبر من سالب 5500، هيك بدك تحسبها. هذا الرقم اكثر من هذا، يعني انا بمعنى هون بخسر 5000 دولار، هون بخسر 5500 دولار، فمين احسن اني اخسر 5000 احسن من اخسر 5500 بس. فانا دائما يعني زي هذا المثال، هذا المثال كثير مهم، بيجي بيحكي لي عندي الترناتيف معينين، بيقول لي اذا انهم هذول ماتشولي اكسكلوسيف، شو بيحكي لي؟ بيقول اختار المشروع. هسه دائما نقول ماتشولي اكسكلوسيف ونختار المشروع اللي له اكثر من اعلى برزنت وورث، نختار اللي له اعلى برزنت وورث. مين اللي له اعلى برزنت وورث؟ 30000. فالمشروع A هو الجواب، ولكن لو كانوا independent project بنختار المشاريع اللي لها present worth موجب أكبر من صفر. فبنلاحظ أنه حسب حالنا A و B و D، هذول راح اختارهم لو كانوا independent project، فبالتالي C ليش ما بختارهم؟ present worth له سالب. طيب ناخذ مثال كيف احنا بدنا نحل. طيب نيجي بنقول أول شيء بدك تعرف قبل ما تحل المسألة تعرف البدائل اللي عندك. يعني هون في عندي بديل X وفي عندي بديل واي، هيو الترناتيف اكس والترناتيف واي. اول شغله بتسالها هل عدد السنوات للمشروع نفسه؟ كيف يعني؟ يعني المشروع الاول عدد سنواته 5، لازم المشروع الثاني عدد سنواته 5، لو ما كان نفسهم راح اضطر استعمل الطرق اللي راح استعملها بعد هيك. فبالتالي اول شغله بدنا نسويها بدنا نقرا السؤال ونحدد السنوات اللي عندنا. نقرا الترناتيف اكس هاز ا فيرست كوست 20000، يعني البريزنت وورث ريبريزنت تساوي سالب 20000. خليني بس ابيض الشاشه
الترنتيف ايه دائما نقسم الشاشه لثنتين، البي سالب 20,000. طيب اوبريتنج كوست، اوبريتنج كوست اللي هو التشغيل، لما اشغل الهاي بارير فهو انوال، معطيني الانوال كوست فهو سالب. طيب اند سالفج فاليو 5000. هسه سالفج فاليو اللي هي قيمه البيع. هسه انت بتعرف انه انت لما تشتري مثلا اي سياره لما اشتريها موديل سنه زيرو ابتدت زيرو، صرت تحكي ايش؟ والله سعرها 50,000، ما فيش سياره 50,000 غير مرسيدس يعني. نشتري مثلا سياره حق 10,000، بس لما تيجي تحكي بدي ابيعها كمان 10 سنين، هل راح تبيعها ب 10,000 او 9,000؟ هتقول لي راح ابيعها مثلا بخمسه. ايه هاي قيمه البيع، قيمه البيع هي زي قيمه الشطب السالفج. فالسالفج فاليو قيمه بيع، فبالتالي هي مصاري بتجيني، فالسالفج موجب، فهي موجب 5,000. متى السالفج فاليو؟ قال لي افتر 5 تيرز، يعني الان خمسه. طيب بنكمل. Alternative Y cost 35، ال B سالب 35، Operating cost سالب 4000، Salvage value S 7000، After 5 years يعني الآن تساوي 5. قال لي إذا ال I تساوي 12% والبدائل Mutual Exclusive اختار البديل. طبعا ماتشول اكسكلوسيف يعني بدي اختار اللي له على البريزنت وورث، لو كانوا اندبندنت بختار اللي له موجب. طيب فكره المساله كونه الان متساويات بتحل طبيعي، كيف يعني بتحل طبيعي؟ بالمنطق احنا درسنا بريزنت وورث اناليسيس. بريزنت وورث يعني طلع البريزنت عند الصفر، يلا سهل جدا. بدي بي للمشروع اي او اكس او الى اخره. شو بنقول؟ بنقول عندي فيرست كوست، هذا عند زمن صفر، شابتر 1 هذا وشابتر 2 و 3، بقول انا سالب 20,000. بعدين عندي annual سالب 9000، بنقول انا بدي present، فبقول b given a i 12 والان 5، وعندي salvage value زائد 5000 salvage value قيمة واحدة b given f 12% و5، بس احسب هذول وخلصنا. present worth لبي نفس الطريقة، نفس الطريقة، بس شو بعمل؟ انه بحلهم يعني، بس تغيير ارقام، تغيير ارقام بس لا غير. بيطلع معي الاجوبه كالتالي، ايوه سالب 20,000 طلع معي سالب 49,000. لبزنا توات لبي بنفس الطريقه طلع معي ايش؟ سالب 45,000. مين الاكبر؟ سالب 45 اكبر من سالب 49، فبالتالي بختار البديل واي، البديل الثاني افضل. تمام تمام، هاي هي الفكره الاولى من التشابتر، وهاي غالبا بيجي عليها سؤال بالفاينل، بيجي عليها سؤال انه السنوات متساوية خلص. طيب خلينا نقرا هسه اذا كانوا السنوات مش متساويات، يعني هذا المثال مثال بس حماية زي ما نقول. هسه اذا كان عندي البديلات غير متساوية، فهسه مستحيل انه يكون نفس البريزنت وورث لهم، او يعني نفس التكافؤ، مش متكافئات. فعشان هيك في عندنا طريقتين للحل. الطريقة الأولى هي طريقة المضاعف المشترك الأصغر. كيف يعني؟ يعني هسه احنا لو حكينا المشروع الأول مدته سنتين، المشروع الثاني مدته أربعة، شو المضاعف المشترك الأصغر بينهم؟ بس الاثنين لو ضربتها باثنين بتصير أربعة. تمام؟ فبالتالي بدي أفترض إنه المشروع الأول مدته أربع سنوات، المشروع الثاني بضل أربعة. تمام؟ طيب بس لما صار أربعة كيف بدي أحل؟ بقول لك اتركها شوي على جنب، خلينا على مكان المضاعف المشترك الأصغر، رجعك الرياضيات. لو جيت قلت لك العدد الأول ثلاث والعدد الثاني سبعة، هسا انت هون السبعة ما بتقسمها ثلاث، انه تقدر تقول مثلا ثلاث ضرب رقم بيعطيني سبعة، يعني ما بقدر اضرب اثنين ونص، لازم يكون عدد صحيح. فالمضاعف المشترك بينهم هو 21. ليش؟ انت لو ضرب ثلاثة بأربعة 12، ثلاثة بخمسة 15، ثلاثة بستة 18، طب السبعة لو ضربتها باثنين تعطيك 14، ضربتها بثلاث تعطيك 21، ما انت مستحيل يتشابهوا مع بعض. وين اول رقم بتشابهوا فيه؟ السبعة ضرب ثلاث 21، والثلاث ضرب سبعة بيعطيك 21. فراح افترض انه المشروعين على 21 سنه، وحالا كيف يعني تفترض على 21 سنه؟ تمام؟ طيب فهي الفكره اني احسب المضاعف المشتركه، يعني 5 و10 لا خلص اضرب باثنين صار 10، بتغير هذا لحاله، هذا بتخليه 1 و3 تضرب هذا بثلاث. تمام؟ تمام. طيب هاي الطريقه الاولى وراح نعلمك كيف عليها. الطريقه الثانيه
specified study period، يعني بيجي بيقول لي احسب لي بس لمدة 10 سنوات، يعني بقسم الشكل اللي عندي. يعني لو قال لي استعمل 10 year period، 10 year period، فشو بسوي انا؟ بشوف البديلين اللي عندي، لو هذا 5 سنين بخلي 5 سنين زي ما هو، لو هذا 12 لا بشطبه وبخليه 10. تمام؟ طبعا الآلية هسه بنحكي عنها. طيب يلا بنحب. هذا المثال الأول، زي كده تجي مرات مسائل بالامتحان إما جدول أو نص زي اللي قبل، أو نص زي اللي قبل. نقرأ المسألة. Find the present worth أو compare، بيقول لي قارن. إذا الـ i 10%، أوكي انسى الـ i. بيقول معطيني هون الـ first cost، يعني حتى لو ما قال لي سالب، أنا هون بحط سالب لأنه cost. annual cost و salvage value، ولكن الاختلاف وين؟ في عدد السنوات. أوكي، خلينا نرسم الكاش فلو. هاي الكاش فلو. عندي هون هيك، وعندي هون تقريبا هيك، خلينا نقول دفعات سالبة، وعندي سالفج فاليو لفوق هيك. هاي قيمتها 20 الاي 9000 والسالفج 4. بغض النظر عن الأسهم، هاي سنة صفر، هاي سنة واحد، هاي سنة ثلاث. تمام؟ يقول لي تمام. هسا هذا 3 سنين، ولكن المشروع الثاني كم؟ يقول لي 6. اها، معناته ما بقدر امشي للبريزنت وورث. طبعا هو ما قال لي ستدي بيريود، ما قال ليش، فانا كونه ما قال لي ستدي بيريود بشتغل على طريقة ال سي ام اللي هي الليست كومون فاكتور، اللي هي المضاعف المشترك الاصغر. المضاعف المشترك الاصغر شو بتقول لي؟ تقول لي بتشوف المضاعف المشترك الاصغر بين 3 وال 6، كم شو حكينا؟ لو ضربنا هاي ب 2 بعطيني 6. معناته انا بدي اكرر الكاش فلو ديجرام هذا مرتين. شو بدي اعمل؟ بدي اكرره مرتين، يعني هذا بدل ما اخليه لي 3 سنين بدي اخليه 6 سنين، اخليه 6 سنين. فشو بصير عندك؟ الانوال بمتد. ليش؟ الانوال ثابت. تمام؟ الانوال بمتد. هسه والفيرست كوست بده يتكرر. فيرست كوست عند الصفر بصير عندي فيرست كوست عند الثلاث، لانه يعني نتخيل انه عندنا كاش فلو ديجرام ثاني ببلش من ثلاث، شو بعمل؟ بلزقه باللي قبله. فشو بصير عندي هون؟ فيرست كوست 20,000، وفي عندي بضل سالفج فاليو هون عند السته قيمتها 4,000، هاي عند سنه 6. بس هسا هذول شو بتعمل؟ بتاخذ المحصلة تبعتهم اللي بتطلع معي 16,000 لتحت، أو بخليهم زي ما هم، أنا حر. فبالتالي شو بعمل؟ هسا هذا صار 6 سنين، بقدر أحسب له البريزنت وورث. البريزنت وورث راح يكون عندي سالب 20,000 سالب 9,000 في B given A، الـ I 10% قلنا، والـ N 6 سنوات، بطل 3. والسالفج فاليو عندي سالفج فاليو هون محصلتها 16,000 لتحت، يعني هي سالب 16,000 في بي جيفن اف، والاي والان، الان قديش؟ 3. وضع عندي كمان ال 4000 الاخيره بي جيفن اف والاي 10 والان 6. هذول نقلتهم للصفر فالمسافه بينهم 3، وهنا نقلتها للصفر مسافة بينهم 6. فهيك انا بطلع لي بريزنت وورث بنفس الطريقة اللي بي، بس بي ما في داعي اكرره لانه 6 سنوات جاهز، 6 سنوات جاهز. فشو بعمل؟ مباشرة سالب 30,000 سالب 7,000 في بي جيفن اي، وزائد 6,000 في بي جيفن اف. بس ايوه هيك بصير كاشف لو دايجرام عندي لاي، ولكن بي ما بصير عليه اي شيء. فبالتالي التكرار، معنى كلمة التكرار انك لما اقول اني اضرب هذا باثنين، شو معنى هذا الحكي؟ انه انا الدفعات نفسها احطها. يعني مثال، لو فرضنا ان كاش فلو كالتالي، هاي سالفج انيشال كوست، واي سالفج فاليو، وهون عندي انوال. تمام؟ هسه جيت قلت لك ضاعف لي اياها 3 مرات، فشو بتسوي انت؟ بس خليني، شو بتسوي انت؟ بتضاعف مرة مرتين مثلا، مثلا هاي من سنة واحد لسنة ثلاث، فهون سنة 6 وهون سنة 9. فبالتالي هون بصير في عندي initial cost، وهون كمان في عندي initial cost، وعندي هون salvage value،
وعندي هون سالفج فاليو وعندي الانيمال. طبعا نركز ليش عندي هون انيشال كوست، هذا التكرار الثاني، هذا التكرار الاول وهذا التكرار الثاني، والانيمال بيظل ممتد على طول المشروع، وهي السالفج الثانيه، هاي السالفج الاولى، وهي السالفج الثالثه، وصار 3 مرات. بس هي الفكره، ممكن اني اضاعف المشروعين عادي، يعني هاي 3 مثلا، هاي 5، فهاي تصير 15، فبكرر هذا 3 مرات، وهذا بكرره 5 مرات، وبحل. هاي طريقة الليست كومون فاكتور. طبعا انت ادعي بالامتحان انه ما يكون مضاعف مشترك كبير، يعني زي 6 و9، راح تضطر هذا تضاعفه مرتين، تعيد الشغل مرتين، وهذا تعيد الشغل 3 مرات، انك تكرر وترسم زي هيك، فبكون طويل. فان شاء الله في مواد راح تاخذوها زي المعدات، مثلا المشاريع تكون 13 و7، فالمضاعف المشترك بينهم هو حاصل ضربهم 91. 91 كثير كبير، فبدك تعمل الاشي هذا تكرره 13 مرة وهذا تكرره 7 مرات، فبصير كثير صعب علينا. عشان هيك ممكن احنا نستعمل الطريقة الثانية. طبعا هاي حليناها، هذا طلع معي سالب 68 ألف، هذا طلع معي سالب 57 ألف، فالأفضل عندي مين؟ سالب 57 ألف الأكبر. طيب هسا الطريقة الثانية إني أشتغل على الاستدي بيريود. الاستدي بيريود شو بتقول لي؟ بتقول لي بكل بساطة إنه أنا أحل مثلا، يعني هذا السؤال، خلينا نقرأ هاي المسألة نفسها ترى، تمام؟ شو بيحكي لي؟ بيقول لي compare the alternative below present worth analysis باستعمال present worth على 3 سنوات study period. قال لي هو ركز لي ان الشغل كله على 3 سنوات. اوكي، هسه شو الفكره من هاي الطريقه؟ انا لما بدي اقطع، انا هسه هذا 3 سنين خلص ما عليهوش اي تغيير لانه 3 سنين، ولكن هذا 6 سنين، هذا 6 سنين، انا بدي اخليه 3 سنين، فانا يعني هيك كاشف له هاي سنه 6 5 4 3 2 1 0. لما اقول لك درسي 10 سنوات، يعني انا كاني بدي اقطع الكاش فلو دايجرام تبعي لحد سنه 3، يعني راح اخذ البريزنت والانوال. شو بصير عندي؟ انت سنه 3 لازم يعطيني شيء اسمه ماركت فاليو. ماركت فاليو هي سالفج فاليو لقيمه البيع عند 3، لازم يعطيني اياها، لازم يعطيني اياها. فشو الفكره هون؟ انه انا تلاحظ انه السالفج فاليو شو معطيني اياها؟ معطيني عند سنه 6 6000، وعند سنه 3 10000. فانا شغلي بيكون على 10000 وليس على 6000. ليش؟ لانه قال لي يوزنج 3 يير ستدي بيريود. فالبديل الاول ما بغير عليه اي شيء، بظل 3 سنين هيو طبيعي، كوست انيوال وسالفج. هسه البريزنت وورث لبي على 3 سنين شو بصير عندي؟ السالب 30000 زي ما هي، السالب 7000 زي ما هي، بس ما بتكون بي جيفن اي 3 سنوات 6 سنوات زي اللي هون، لا تكون 3 سنوات. والفيوتشر او السالفج ما بتكون 6000، تكون 10000 والسنوات 3 وليس 6، والسنوات 3 وليس 6. فركز على سلافه الاستدي بيريود تكون اسهل شوي، لان انا بدي اقص الكاش فلو دايجرام. ان شاء الله في اسئله راح نحلها بنهايه الفيديو على التشابتر. هسه بدنا نحكي عن الفيوتشر وورث اناليسيس. الفيوتشر وورث هو كوبي بيست بريزنت وورث، ولكن بدل ما اطلع البريزنت بدي اطلع مين؟ الفيوتشر بس، يعني ما فيش داعي اشرحه، بس راح اشرحه. هاي شغلة. ثاني شغلة بدي تعرف انه هون لما حلينا كان البديل بي افضل، ولكن هون البديل اي طلع افضل، مع انه نفس السؤال. بقول لك بدك تنتبه، بس انت لما تدرس على 6، هون درست انا الشغل على كانه 6 سنين، بس معنى هذا الحكي لما طلع معي المشروع بي افضل، فمعنى هذا الحكي انه المشروع بي على المدى الطويل او على المدى 6 سنوات احسن من اي. ولكن هون انا على مدار 3 سنوات المشروع اي كان احسن. فهذا شيء كثير بهمنا لما نيجي احنا بدنا نفتح مشروع او نسوي مشروع، بهمنا نعرف انه الدراسه على المدى الطويل، عشان هيك هذا الدرس مهم. الفيوتشر وورث بيقول لي نفس الشيء، بس اشتغل بناء على الفيوتشر وورث اناليسيس. فنفس الطريقه بدي اعمل طريقه المضاعف المشترك الاكبر الاصغر، شو اعمل؟ واحد ايوه هذا الحل على المضاعف المشترك الاصغر. شو عملت؟ اللي هو نفس الكاش فلو هذا، بس شو عملت؟ طلعت الفيوتشر، يعني راح اقول عندي 4000 مثلا ناقص هذول 16000 بنقولهم اف جيفن بي، وهاي اف جيفن بي، والانوال اي كيف اي اف جيفن اي، بس يعني هاي كل السلعه هيو اف جيفن بي اف جيفن بي. بس هون انا عامل 4000 ناقص 20000 عادي بصير، وال 4000 الاولى منها ال 4000 في اف جيفن بي 3 سنين اللي هي هاي، وهاي 4000 ناقص 20000 اللي هي 16000، يعني هون
المفروض انا حاط قوس. لا، هاي ال 4000 اللي هي اللي بالاخر، وهي سالب 20000. انا بقدر هون اخذ عامل مشترك بين 4000 والسالب 20000 واللي هي سالب 16000. ولا بي، ما فيش داعي اغير شيء. وطلع طبعا الجواب بي، زي ما طلع معي بغير بريزنت وورث. فما بفرق معي سواء استعملت بريزنت وورث اناليسيس او فيوتشر وورث اناليسيس. طبعا اخر فكره في التشابتر، كانه اخر فكره في التشابتر، واللي هي الكابيتلايزد كوست. الكابيتلايزد كوست كثير مهم، وهذا بيحكي لو كان المشروع مدته كثير طويله تقترب للانفينيتي، تقترب للانفينيتي. طبعا بنص السؤال بكون دي ديترماين ذا كابيتلايزد كوست. تمام. هسه الكابيتلايزد كوست هي نفسها بريزنت وورث، ولكن لانه انا الانوال تبعي كثير انفينيتي فما راح اعرف. فبقول لك هو راح يقول تقريبا اي على اي. يعني انت لو ترجع لاشتقاق في القانون راح تقول انه الان ابروش تو انفينيتي، فالقانون بيطلع صفر، بيظل عندي اي، يعني اللي واحد زائد اي قوه ان بتطير زي ما تقول، فبيطلع عندي مين اي بالمقام. ما بعرف شو القانون، المهم تعرف شو هي الفكره. انه الفكره بالكابيتلايزد كوست دائما بطلع الانوال وورث اول، يعني بحول كل شيء لانوال، بعدين شو بقول؟ ايه على اي بطلع الكابيتلايزد كوست. هاي شغله. هذا ايش الحكي؟ اللي بيكون انفينيتي، ده اللي بيكون انفينيتي. طيب خلينا نقرا المساله. For the example shown, in order to withdraw 50,000 per year for Evercard. بيقول لي انا انسان بدي اسحب كل سنه 50,000 انفينيتي انفينيتي، فبالتالي شو بعمل؟ كابيتلايزد كوست. هو اصلا قال لي اوجد الكابيتال، راس المال، يعني راس المال اللي هو بريزنت. فشو بده يكون؟ بيكون 50,000 على بوينت 1 بس. ولكن خلينا نيجي لهذا المثال، اني انا اختار اكثر من بديل، ولكن ايش؟ في عندي هذا 3 سنين وعندي هذا انفينيتي. طبعا اكيد مش راح تعمل عامل مشترك اصغر، ولا راح تعمل ستدي بيريود، لانه ستدي بيريود كيف حاطه بالصوره 3؟ طيب كيف الحل بيكون؟ بس نيجي للبديل 1. البديل 1 انا سهل اطلع له الانوال، بطلع له الانوال وورث طبيعي. كيف يعني؟ هذا كيف الفيرست كوست عندي، فيرست كوست بدي احوله، يعني هسه انا بطلع الايه، الايه شو بساوي؟ سالب 20,000 في اي جيفن بي، والفائده 10 والان 3. هيك انا حولت ال 20,000 لمستطيل، وال 9,000 هي جاهزه، محوله جاهزه بلعبش فيها. السالفج فاليو نفس البريزنت وورث. تمام. فهون طلعت مين؟ الانوال. طلع معي الانوال هالقد. هذا الانوال شو بعمل؟ بدي اطلع انا كابيتلايزد كوست. كابيتلايزد كوست هو البريزنت، قصدي السي سي هو نفسه البريزنت، اللي هو نفسه اي على اي. اي قديش؟ سالب 15,000 والاي بوينت 1، فبيطلع معي الكابيتلايزد كوست سالب 158,340. هسه البديل بي، البديل بي احنا قلنا انه الكابيتلايزد كوست هو نفسه البريزنت، نفسه البريزنت. فهاي صعب اني اطبق فاكتور هاي البريزنت اللي هون، صعب اني احول. احنا قلنا الخطوات اوجد انوال بعدين اوجد الكابيتلايزد كوست. هسه هي سالب 100,000، صعب اوجد لها كابيتلايزد كوست، اني اوجد الاي تبعها. لو راح تقول لي 100,000 او سالب 100,000 يعني في اي جيفن بي والسنوات انفينيتي، بقول لك خلص هون انت مريحه حالها من حالها. بتقول السالب 100,000 اتركها على جنب، اما السالب 7,000 هاي بتتحول لايش؟ ما هي اي، هاي اي جاهزه، فبتقول اي على اي، وبتجمع الرقم هذا مع ال 100,000 بس. هي كل الفكره. هي ماشين 2 بي 1 خلص بي جاهزه، والبي 2 هي كابيتلايزد كوست. انا هاي ما بقدر احولها، هاي انا بقدر احولها لانوال لانه انا معي عدد السنوات، ولكن هون انا معي انفينيت ما بقدر احول هاي لانوال. فعشان هيك خلص اعتبرت هاي بريزنت جاهز، ما كابيتلايزد كوست قلنا هو البريزنت. هاي ايش؟ بخليها، يعني انا ممكن احول هذول لانوال، بعدين احول اوجد كابيتلايزد كوست واجمع له ال 20,000. ممكن يصير، ما جربت، ممكن يطلع معي جواب. فمشين تو طلعت البريزنت وورث الطبيعي، وطلعت الانوال قسمته على 0.1 اللي هي نسبه الفائده، بعدين جمعتهم. تمام. في عندي هون اكزامبل بديش اركز عليهم كثير، هم اصلا مش بمادة الاقتصاد ومادة المعدات، بس لانهم نفس الافكار فما بدي اركز كثير على النص. بقول لي انه عندي كذا كذا، بدي اعمل عندي عدة الترناتيف، اني اشتري 7,000 وابيعها بعد 4 سنوات at estimated 1200 each، يعني كل بساطة
انا انسان بتشتريها ب 7000 وابيعها ب 1200، يعني انا ما عندي انوال، عندي بس بريزنت على ايش 4 سنوات. الثاني اني ادفع لمدة 4 سنوات، ها برضو نفس الانوال 2250، يعني هاي الانوال من بداية كل سنة، يعني اللي بريزنت من الصفر شامل الدفع. الثالث اني ادفع 750 وادفع كمان 2700 كل سنة فور 3 سنوات، وبقول لي انه انت بعتها على السنة الرابعة ب 1200. شو معناها؟ انه كل مشروع 4 سنوات، فهي 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات، بقول لي اختار اي بديل. سهلة، بحولهم كلهم بريزنت وورث، هاي نت بريزنت وورث سعر 7200 زائد 1200 في بيك ايفن اف، وهاي نفس الاشي، هذا مباشرة انوال، ولكن اول واحدة بعتبرها انوال بريزنت جاهز، هاي شو بعمل؟ بعتبرها انوال. لاحظ انه 4 سنين كله، صحيح نخلص بثلاث بس الصفر في دفعة، وكأنه في عندي 4 دفعات. هون نفس الفكرة، دفعت 2700 وهاي وحليت، فطلع معي أقل خيار هو أي بديل، أحسن خيار هو إيه؟ أحسن خيار هو إيه؟ السؤال الثاني قال لي a contractor is considered to purchase a new truck type for $73,000 which have city life with a net annual income 26,000 وسالفج الفاليو 8000. اوكي البي سالب 73، الان 6 والانكم 26، يعني سالب 26 اللي هي الاي، والسالفج فاليو 8000 موجب. الثاني في عندي 24000 كوست وثلاث سنوات ونو سالفج فاليو، يعني ما عندي اس، يعني خلص ما فيش موجب كذا. والاي هالقد، بيقول لي اذا الفائده 20% مين بدك تختار؟ زي السؤال هذا لا كان هذا هاف بديش هاف بريزنت وورث عادي نفسه بالضبط حتى السنوات 3 و6، بس شو اسوي؟ اني احل، بس انه الفكره انه ما عندي سالفج فاليو هون، بس يعني كل الفكره يعني. طيب هيو فالحل، هيو هاي الاول وهاي الثاني، لحظه ما في سالفج فاليو. طيب خلينا بس نقرا المساله. annual income يعني 26,000 هي موجبة وليس سالب، تمام؟ نركز على هذا الاشي، فبالتالي هاي الـ present، هاي الـ income، هاي عندي مين؟ الـ future. طيب وهون نفس الاشي الثاني، لاحظ هون صار في عندي تكرار لانه 3 سنوات فبدي اكرر. لاحظ انه هون المفروض في عندي salvage value، بس يعني هون فوق الـ 24,000 لو في سالفج فاليو تلاقيه هون موجود، بس هو ما في سالفج فاليو. فال 12000 هذول كلهم انوال، وهاي السنجل الثاني البرزنت المكرر، هذا البرزنت المكرر، هذا ما في تكرار اللي فوق، وطلعتهم بطلع معي الخيار الاول افضل. السؤال هذا بس بدي اوضح لك الفكره، انه انت عادي ممكن يكون عندك 3 مشاريع 4 مشاريع او 5، فانه البرزنت وورث مش بس مع بديلين، ممكن 3 او 4. فهذا السؤال كله 8 سنوات فما راح احله، كله 8 سنوات فما راح احله لانه مباشر، خلص ما فيش least common factor، فبدي حل طبيعي. فشو بسوي؟ الفائدة 10%، بوجد لهذا بريزنت، بوجد لهذا بريزنت، بوجد لهذا بريزنت، او حسب. هو قال لي perform present worth analysis، ممكن يقول لي perform annual worth analysis، ايه future worth، تمام. فطلعت للالكتريك باور اللي بريزنت لحاله، الانوال بي كيفن ايه، والفيوتشر هالقد، وللثاني نفس الاشي، والثالث نفس الاشي. احسن جواب طلع معي السولار باور، سولار باور. اوكي المشروع الثاني اللي هو عندي الفيرست كوست سالب 15 وهذا سالب 18، الانيوال كوست يعني سالب هالقد هالقد، سيرفيج فاليو هالقد، ولكن عدد السنوات 6 و9. فهو كان هذا مطلوبين، مطلوب الاول الفائدة 15% احسب لي بريزنت وور، فانه هون اضطر استعمل least common factor، يعني هاي تخليها من 18 سنة وهذا 18 سنة. فلاحظ انه الفندور A بديل الأول هيك البريزنت وورث تبعه، هاي البريزنت الأول هاي 6 سنين فراح تتضاعف 3 مرات، فبالتالي هاي 15,000 الأولى، هاي 15,000 الثانية، هاي 15,000 الثالثة، هاي السلفج الأول، هاي السلفج الثاني، هاي السلفج الثالث، والأنوال جاهز. طبعا بوجد البريزنت وورث سهل جدا، الأنوال جاهز، هذول بختارهم محصلة وبنقلهم، هذول بختارهم محصلة وبنقلهم، وهذول وهاي بنقلهم مباشرة، وهاي
رقم طبيعي ما بنضربش بأي فاكتور. الفندور بي بده يتضاعف مرتين، فلاحظ البريزنت وورث تضاعف هاي المرة الأولى بس وهاي المرة الثانية، والسالفج هاي السالفج والأنوال جاهز، بحل بيطلع معي البديل بي أفضل. طبعا الحل، أنا سريع بالحل رجاء، لأنه إحنا كلنا ماخذين شابتر 1 و 2 و 3، أنا كل فكرة تعرف كيف تكرر وخلص. هسا الفرع الثاني بقول لك اشتغل على مدة 5 سنوات، مش اشتغل على كل 5 سنوات، يعني أي شيء بدي 5 سنوات بديش إياه. يعني أنا هون الأنوال بحصر له 5، السالفج فاليو مش راح أحطها أصلا، السالفج فاليو ما راح أحطها لأن هي على 6 وهي على 9، ما وصلتش ل 5. فلاحظ أند شوف شو بقول لك، أصلا شو بقول لك، ناشونال هاز ستارتد ايفالويتنج اوفر 5 يير بيريود في ستدي بيريود 5 اند ذا سالفج فاليو ار نوت اكسبكتد. يعني قال لي ما عندي اي السالفج فاليو ما راح تتغير، اكسبكتد تو نوت تشينج، فبالتالي السالفج فاليو ال 1000 وال 2000 يعني مش راح يتغيروا سواء بعتهم على سنه 5 ولا سنه 10 ولا 20. يعني هو قال لي اياها بشكل صريح، سالفج فاليو نوت اكسبكتد تو تشينج، فراح اعتبر انه ريبريزنت على 5000. فلاحظ هون البرزنت الاول طبيعي، الانيوال صار على 5 والسالفج صارت وكانها على 5 لانه قال لي نات تشينج. هون نفس الشيء 5 5، فهي الفكره بدي اوصلك اياها. السؤال هذا نفس اللي حكينا عنه اللي هو كابيتلايزد كوست، فانا شو بدي اعمل؟ هذا بحوله كله لانيوال بعدين بقسمه على اي. اما هذا في ترك مهم جدا، هذا شو بعمل؟ فيرست كوست خليه زي ما هو بلعبش فيه لانه سنوات انفينيتي، هذا بقسمه على الاي. المليون هاي ولكنها موجوده، ترك المساله انه هاي المليون ولكنها موجوده، بس هاي كل الفكره. فهون شو بعمل؟ هاي الانوال وورث للاول، هاي الالترناتيف ام، شو عمل؟ سال 150000 في اي كيف ام بي، حولت الانوال، ال 50000 جاهزه ما بتتحولش، 8000 تتحول اي كيف ام لانه الاف فيوتشر، لانه السالفج فيوتشر كلها 5 سنين. هسه الكابيتلايزد كوست شو بيكون؟ الناتج على 0.1 اللي هي على الفائده 0.1. هسه الثاني زي ما حكينا السالفه 800000 بتظل زي ما هي، وهاي بدها تتغير المليون ولا كانها موجوده. بس يعطيكم العافيه، هذا الشابتر جدا سهل. هسه بدنا نحكي، بديش احكي قصدي، الشابتر الجاي رح يكون انا والورث اناليسيس. انا والورث اناليسيس زي ما انتم شايفين هو صفحه واحده، لانه الشابتر هذا ما في اي شيء، ان شاء الله اموره بسيطه. طيب اخر شيء نختتم في الفيديو هو اسئله على تشابتر 5، راح نمشي فيهم بشكل سريع، اللي هم هذا بحكي لي the manager must decide between two different labeling machine، machine A will have a first cost 42000 البي سعر 42000 and operating cost 28000 لمده 4 سنوات، ما جابليش شيله السالفج فاليو فهي صفر. ماشين بي والكوست 51000 وانوال اوبريتنج كوست 17000 ومدة السنوات 4، هاي 4 وهاي 4 معناته خلص ما في اي مشكلة، ما في اي ليست كومن فاكتور، ما في اي ستدي بيريود، بحل طبيعي ما فيش فيوتشر وورث، فالرقم الاكبر هو بي. السؤال الثاني يقول لي how to distribute the money over a time A plan A involved to spend 5 مليون now، يعني the present worth 5 مليون and remaining 55 مليون equally over 10 period، هاي مش 55 هاي 5.5 مليون، يعني معناها ان ال 5.5 مليون راح تنتقل راح تندفع من 1 ل 10، يعني هاي الانوال، هاي الانوال. بلان بي ريكواير 5 مليون now، يعني the present 5 مليون و 25 مليون من سنة ببلش من السنة الثانية ببلش من السنة الثانية from now و 30 مليون from 7، لا قصدي اسف هنا هذول بريزنت عادي، يعني هاي 25 مليون بعد سنتين و 30 مليون بعد 7 سنين، يعني مش انول هذول مش انول. واللي اوجد البيريود على 10 سنوات، اوجد الحل على 10 سنوات، اوكي، بس المشروع الثاني هو مدته 7، المشروع الثاني مدته 7، فبالتالي ما فيش داعي لا اقطع ولا الى اخره، بحل طبيعي على 7. هيو السالب 5 مليون هي بريزنت وورث، ال 25 مليون هي الفيوتشر. طب انت بترسم كشف ديجرام، سنه 2 في عندي سالب 25 مليون، سنه 7 عندي سالب 30 مليون، بنقولهم نص صفر، والبريزنت اللي هون بتجمع لهم. هسه الاي
كان عندي انا ول ما عندي فيوتشر، فحليت طبيعي على 10 سنوات. يعني هون برضه، هون برضه ايش هو قال لي انه حل على سرقته. هون قال لي اعمل البريزنت وورث على مدة 10 سنوات، فبالتالي ما في شيء اسمه مضاعف مشترك اصغر، لانه انا قاعد بدرس على 10 سنوات. ولكن لو قال لي ما حدد ال10 سنوات، فانا راح اضطر ال10 اخليها 70 وال7 اخليها 70، فراح تكرر ال10 7 مرات وال7 10 مرات. طيب واخر مثال اللي قبل الاخير قصدي، يقول في ده شركة صناعية تعمل روبوت اسمه اكس، له بريزنت وورث 80,000، انوال مينتيننس يعني سالب 30,000، والسيرفيس فاليو 40,000. روبوت واي فيرست كوست 97,000، انوال 27,000، والسيرفيس فاليو 50,000. بقول لي وات شود بي سيلكتد بيس ان ذا فيوتشر وورث اناليسيس. ركزوا يا اخوان، فيوتشر وورث يعني انا ما بتطلع للبريزنت، بتطلع للفيوتشر. يوز 3 ستدي بيريود. اوكي، يعني انا بدي اعتبر انه كل شغله على 3 سنوات، يعني الانوال تبعي 3 سنين، والفيوتشر تبعي ال 40,000 على السنه 3، والبرزنت وورث بدها تنتقل ل 3. فلاحظ ان الشغل بيصير اف كيفن بي وليس بي كيفن اف. الكاش فلو ديجرام 80,000 اللي هون بدها تنتقل لهون، والانوال كوست بدها تنتقل بي لهون، هي مباشره اي كيفن اف كيفن اي، وال 40,000 اللي هون بدها تظل زي ما هي على 3 سنين. انا قلت لي يوز 3 ستدي يير بيريود، والثاني نفس الفكره. اخر واحد بده الكابيتالايزد كوست. شو قال لي؟ قال لي اذا انا بدفع 1000 كل سنه و5000 كل 4 سنين، 1000 كل سنه و5000 كل 4 سنين، فبقول لي اوجد الكابيتالايزد كوست. اوكي، ال 1000 كل سنه، هسه ما قال لي قديش الفتره الزمنيه، تمام، ما قال لي الفتره الزمنيه، هو قال لي بيرمننت مومنت، فبدفع بشكل دائم. فبالتالي انت شو بتسوي؟ انت بتقول ال 1000 هذه كل سنه بقسمها على 0.1، ولكن ال 5000 اللي بدفعها كل 4 سنين، يعني انا هاي مش انوال، يعني لو فرضنا على سنه 4 رح يدفع 5000، من سنه 8 رح يدفع 5000، من سنه 12 رح يدفع 5000، فهذول دفعات سنجل. هذول شو بعمل فيهم؟ بحولهم لانوال، بحولهم لاني بقدر احولهم لانوال، والانوال تبعي بفرضه ايش؟ كل 4 سنين دفعه، كل 4 سنين دفعه، كل 4 سنين دفعه، كل 4 سنين دفعه. فبالتالي بقدر احصل لانوال كامل هون، مش زي الفيوتشر هذيك اللي ما كناش عارفين وين، مش زي اللي حليناها بالتوسيه اللي هي هاي المليون، مش معروف وين اصلها، لا انا بدفعها كل سنه ولا لا، لا راح ادفعها مره واحده ما بقدرش. ولكن هون انا بدفعها كل 4 سنين، فانا قادر احولها لانوال بسهوله. فحولتها لانوال بعدين قسمتها بوينت 1. فهيك انتهى شابتر 5، ويعطيكم ألف عافية.